لما تسأل أي حد عنده 9 سنين نفسك تبقى إيه لما تكبر يا حبيبي؟ ممكن يقولك عايزة أبقى أرتست، أنا عايزة أبقى دكتور، عايزة أبقى ضابط أو رائد فضاء. بس البنت دي لما سألوها قالت عايزة أبقى بليونير. أنا عن نفسي مش شايفة إن دي بداية طبيعية لبنت في السن ده، والحقيقة هي إن النهاية ما كانتش طبيعية خالص. البنت دي اسمها إليزابيث هولمز، وأحكي لكم حكايتها في الفيديو ده وهي عملت إيه عشان تحقق حلمها. كان في بنت صغيرة اسمها إليزابيث هولمز، وكان هدفها انها تكون حاجة جامدة جدا في امريكا زي ما جدها كان زمان. خدت دراستها جد لغاية ما قدرت تدخل جامعة كبيرة وهي جامعة ستانفورد. إليزابيث كانت مهووسة بستيف جوبز لدرجة انها كانت بتلبس تيرتل ناكس سودا بس زيه. وهي عندها 19 سنة عملت زيه وزي ناس كتير قوي ناجحة في سيليكون فالي، وسابت الجامعة وفتحت شركتها، شركة ثيرانوس. رؤية شركتها كانت عظيمة بصراحة. إليزابيث كانت بتوعد انها هتحقق طفرة في المجال الطبي واختبارات الدم. العادي هو ان اي اختبار تقريبا بنحتاج له عينة دم، بناخدها بطريقة مؤلمة وبتاخد وقت علشان نعرف نتيجة الاختبار. اما الجهاز اللي قدمته ثيرانوس جهاز صغير وسعره قليل وبيحتاج بس شكة صباع علشان يقدر يطلع نتائج ل 240 اختبار. واو! بالرغم من ان إليزابيث ملهاش اي خلفية طبية، لكنها كانت ذكية جدا ولبقة، فقدرت انها تقنع ناس كتيرة وتقيلة في امريكا انهم يدعموها ويستثمروا في شركتها، وجمعت استثمارات تساوي 700 مليون دولار، وقيمة شركتها بقت 10 بليون دولار. تستاهل بصراحة. انتوا متخيلين كام واحد ممكن ننقذ حياته بسبب رخصه وسهولة وسرعة تشخيصه؟ إليزابيث هولمز نجحت وحققت حلمها، وكانت بتظهر في البرامج والمجلات، وكانوا بيطلقوا عليها لقب The Female Steve Jobs. بس كان في مشكلة صغيرة، التكنولوجي ما كانتش بتشتغل. ده ما كانش سبب كافي انه يخلي إليزابيث هولمز تتنازل عن حلمها. فضلت تدعي انها بتغير العالم. دي كمان بدأت تعمل اختبارات لعيانين حقيقيين، وما كانش فارق معاها ان النتائج الغلط اللي بتروح لهم دي ممكن تكلفهم حياتهم. الناس اللي كانت شغالة في ثيرانوس كانوا بيترفضوا او بيتهددوا لو حاولوا ينتقدوا الجهاز او الشركة. بس تايلر شولتز ما قدرش يتعايش مع الواقع ده، وبلغ عن اللي بيحصل في ثيرانوس وفهم العالم ان الجهاز ده عبارة عن حضرات الاساتذة، اتفضلوا افخر انواع الفنكوش، اتفضلوا. وطبعا لما الـ FBI عرفوا الشركة اتقفلت، وإليزابيث هولمز خسرت كل حاجة، ومحاكمتها تبدأ 9 مارس السنة دي، وبتواجه 20 سنة في السجن. البنت دي ضحكت على العالم تقريبا 15 سنة. دي حتى كمان كانت بتغير صوتها الحقيقي علشان تتاخد جد لما تكون بتتعامل مع رجالة. This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. قصة ثيرانوس بالنسبة لي قصة عن الغرور والنرجسية اللي ممكن توصل الإنسان إنه يخاطر بحياته وبحياة غيره لمجرد الشعور بالمجد والنجاح. اكتبوا لي انطباعاتكم وأفكاركم عن قصة ثيرانوس، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي في قصة جديدة أو موضوع جديد أو موضوع قديم أو أغنية. Like you never know. أنا كل مرة بحب أغير. Love you. Bye.